هلا مرة ثانية، أكيد على أيامكم الحلوة. اليوم أول لوك اعتمدناه لتصوير برنامج سلي نفسك. مصطفى تفتف القلب. أكيد دائما مرافقني، خليني أراويكم. بعد مصطفى البطل، سمر الحراق، مركز بليزر، كلش ثانكيو لكم. طبعا أما دراعتي الجميلة أكيد من صفاي. ثانك يو صفا عشان على كل شيء، وثانك يو سمر الحراق، ثانك يو تفتف الجميل. طبعا اليوم حابه احكي عن موضوع مهم جدا، اللي هو صار لي يومين او ثلاثه شاغل كل المواقع الالكترونيه سواء بالعراق او برا العراق، اللي هو اسم الله الرحمن عليه انه اني ميته. ماتت عظامكم اول شيء، قولوا امين. اللي طلعوا الدعاء، يعني ما اقصد يعني غير ناس. فبنفس الوقت احب اقول شكرا 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 من نص قلبي لانه سويتوا هاي الاشياء. رقم واحد انه عرفت هواي ناس، كلش هواي ناس، ربما حتى اذا علاقتي بيهم مو قويه بس يخابرون شاهد صح هذا الخبر، شاهد ابدا. الشكر الثاني ايضا موصول للمغرضين واعداء النجاح اللي سووا هذه الاشاعه، حب اقول لهم الف شكر، لانه الفولورز مالتي صار اعلى سواء بالسناب او بالانستغرام. طبيعي جدا الناس تريد تتاكد انه شهد صح هذا الخبر، فاني كلش اشكركم لانه اعطيتوني متابعين. بعدين تعالوا اقول لكم شغله، لو ركزتوا في البوست اللي كاتبه ما راح تحصلون اي شيء له علاقه بالثقافه. فالظاهر اللي كاتبه ربما واعتقد انه هو شخص زعطوط، كل زعطوط، يا حركات مع الجهال، عرفت شلون؟ مرة ثانية انت تريد تنشر إشاعة شوية رتبها حتى العالم تصدق، أوكي؟ لا تكتب فصيح وعامي، ماتت، يعني تخيلوا بوست مكتوب بيه ماتت وراها كلها فصيح، إيش دا تحس؟ بشرفك إيش دا تحس؟ اللي سويت هاي الإشاعة، شاطط؟ أحلى وأطيب الأكلات الجميلة اللي نحبها من أكلات أهلنا. متابعيني أنصحكم تجربون أكلها، الدولمة، القوزي، البرياني، كل شي تسوي حلو جربوها إن شاء الله ودعوا لي. راح تكون يطلع بلد شو صلى للبحر. أوه أحلى دولمة طبعا من ايدي. اوبا اني هاي حصتي، اني هاي حصتي، باي باي. طي المصورين خلي ياكلون، هاي بس هذا غير. طي المصورين خلي ياكلون، هاي بس هذا غير. هاي شهوداتي، بعض الاكل كله هي حضرتك شهودة. حاولوا ايش هي بس بالشعر شاطره، كل شيء شاطره. حبيباتي هاي سلطة حبيبتي، شو دور قلبك؟ زلاطة. اوكي طبعا سناب شهودة يمي، انا بكيفي. قريب خلي يحول، يلا ننتظركم. العراقية بضيافة شهودة، طبعا هي سوت لنا الاكل. يعني مكياج سمر صدق اموت، يعني مكياج سمر صدق اموت عليه. جديات هذا اللوك الثاني. كلبوشي حياتي، كلبوشي.